هذه الليلة التي سعدت بنزول القرآن الكريم سعدت بها الدنيا بأسرها، فقد جاء القرآن ذكرا للعالمين، وجاء القرآن معجزة خالدة تحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال فيما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن اجتماعنا اليوم بكوكبة العلماء والشباب والمسلمين في الأزهر الشريف حامي حمى الدين هو أبلغ رد على من حاولوا أن يشغبوا على القرآن الكريم، ومن حاولوا أن يحرفوا أو يصحفوا. إنه خالد، إنه أعجز الفصحاء والبلغاء والأدباء والشعراء والإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تكفل بحفظه رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل البلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن. ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان. ما الكون كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آني لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله. لا سفرة لا سفرة في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله، فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. ويظل الأزهر حاميا ومحارسا للكتاب والسنة واللغة والدين. وبمثل هذه المجالس التي نسعد فيها بليلة نزول القرآن المباركة كما وصفها القرآن، فيها الدعاء يستجاب، فيها الرجاء يتحقق، وليلة القدر خير في فضائلها من ألف شهر. بذا قد جاء قرآن يهدي الجميع لنور الحق في وضح، فلا يضل طريق الخير إنسان. شهر الصيام لقد فارقتنا عجلا لا تشكو لله، فالتقصير عنوان. واشهد بخير لكل الصائمين وقل يا رب عفوا ورب العرش حنان. تأتي ليلة القدر تعلمنا الصفح والعفو والتسامح والإخاء، وأن ننبذ الفرقة والبغض والكراهية، وأن نوحد صفوفنا. فإن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سألته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن أنا صادفت ليلة القدر فبماذا أدعو يا رسول الله، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نلاحظ أن الله لم يحددها تحديدا دقيقا ولا معينا، بل إن الحديث قال التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. وسنته في كل الأمور أو في أغلبها وأعظمها ألا يحدد، لنستغرق أكبر قدر ممكن من ليالي وأيام رمضان بالعبادة والرجاء والدعاء.
كما لم يحدد اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لندعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما لم يحدد الأجل، أمور كثيرة، فلا ما شاء الله تعالى أن يحدد، لكنه سبحانه أطلع سيدنا المصطفى عليها، وحين رآه حين رأى ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين، لأن السقف المسجد أمطرت السماء، وأسرع ليخبر أمته ليهنئها ليبشرها، وإذا برجلين يختلفان ويتنازعان ويتلاحيان، فينسيه الله ليلة القدر ويقول صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان من أمتي فأنسيتها، أرجو أن يكون ذلك خيرا التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكانت حكمة لنعبد الله ونتقرب إليه ولندعوه في أكبر قدر ممكن. وهنا نأخذ عبرة بأن الخلافات والحزازات والفرقة من أسباب إخفاء الخير، وأن التواد والتحاب والتعارف والتآلف والتسامح والصفح من أسباب بروز الخير في الأرض. فنأخذ هذا عبرة أيضا من ليلة القدر، فنتسامح ونعفو ونصفح. ورب العزة يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين أجرهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا كل أبناء الإسلام، يا كل حكام الدنيا، ويا أيها المسؤولون، انبذوا الخلافات والحروب والكروب، وكونوا على قلب رجل واحد، حتى يمن الله علينا ببركات من السماء والأرض، وحتى يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. التسامح، التصالح. إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين أجرهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا. كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه؟ يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم أبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الرأس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية. هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. من أجل ذلك نقول: جاءت ليلة القدر فعلمتنا العفو، وأن ندعو بالعفو والتسامح والتصالح ووحدة الصف وجمع الكلمة والالتفاف حول القرآن الكريم، فهو مأدبة الله في أرضه. ونحن نعتز بأزهرنا الشريف الذي يحمي حمى الدين والقرآن والسنة، ونحن نسعد كل السعادة في هذه الليلة بهذا الدستور السماوي الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل مصرنا في أمانك وضمانك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا،
سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واغفر لأمة محمد أجمعين، وشفع فينا سيد المرسلين بجاهه عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي دروس وعظات، أنوار وأسرار في ليلة القدر. هكذا طوف بنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، حول ما يمكن أن نستثمر به ليلة القدر لتنصلح حياتنا ولكي نلقى الله تبارك وتعالى وقد رضي عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. على قدر قدرك العظيم أكرمنا يا كريم. يقول ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن في بستان العلماء، في بستان الوسطية والسماحة، في بستان الإخاء، في بستان التقديم الأمثل للقرآن الكريم ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجامع الأزهر الشريف، لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. الإذاعة المصرية تواصل احتفالها بليلة القدر بمزيد من الذكر والعلم الشريف. نعيش مع هذه الكلمة مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. وبعد، أستاذ الجليل سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، السادة علماء الأزهر الشريف، السادة الحضور الأكارم، نحييكم من أزهرنا الشريف، من أزهرنا العامر. أحمل لكم تهنئةً وتحيةً لكم ولجموع الشعب المصري بمناسبة شهود هذه الليلة المباركة من فضيلة إمامنا الطيب، فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. هذه الليلة المباركة ما أبهاها وما أجملها وما أحلاها، ولم لا وهي ليلة من الليالي العشر، ولم لا وهي من ليالي الوتر، بل هي أرجى ليلة من ليالي الوتر لأن تكون ليلة القدر، ألا وهي ليلة 27 من رمضان. تلك الليالي المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدت ميلاد أمة، شهدت ميلاد الأمة الإسلامية التي جاءت بالخير للبشرية كلها. من دخل تحت لواءها ومن لم يؤمن برسالتها، فالإسلام جاء حاملاً الخير للجميع. لذا كان دعاء هذه الليلة حينما سألت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إن شهدت هذه الليلة؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فهي ليلة العفو، من دين العفو،
من دين التسامح، من دين الود، من دين الإخاء، من دين التحاب. الإسلام الذي جاء رسالة صافية للبشرية كلها بتكليف من الله سبحانه وتعالى يحمل الخير لجميع الناس. وإذا كانت هناك من عبرة أو عظة تستحق الوقوف عندها في هذه الليلة المباركة، وأوجج فيها مراعاة للوقت، أن هناك تكليفاً من آيات القرآن الكريم لهذه الأمة أن تسعى وأن تجد وأن تجتهد لأن تكون ذات قدر، حتى تستطيع وتستحق أن تكون كفؤاً لتلك الليلة المباركة، ليلة القدر، وما فيها من فضل وما فيها من عطاء لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لهذه الأمة أن تتساوى في قدرها ومكانتها مع منزلة هذه الليلة وعظمتها إلا إذا كانت المؤمنون والمسلمون من أتباع كتاب الله ومن أتباع هذا الدين، إذا كانت هذه الأمة هي أمة متقدمة رائدة، سواء كان في المجال العلمي أو في مجال الاقتصاد أو في مجال التعليم أو في كل المجالات، إننا أمة يجب أن تكون أمة رائدة حتى تستحق أن تكون أمة ذات قدر. وما والإشارة التالية التي أشار إليها أيضاً القرآن الكريم في هذه الصورة المباركة، صورة القدر، أن هناك تكليف لهذه الأمة بتحقيق الأمن والسلام النفسي والمجتمعي والإنساني وقطع الخصومات. وهذا هو عالمنا الجليل الطاهر بن عاشور يقول: ويجوز أن يكون المصدر بمعنى الأمر، أي اجعلوها سلاما، اجعلوا هذه الليلة سلما سلاما لكم ولغيركم، ممن يدينون بدينكم وممن لا يدينون بدينكم. وهذا ليس مجرد قول، بل هو سنة متبعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفحصتها واستخرجت منها العبرة، لوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم أن قدر، قال لأبي سفيان بن حرب، يعطيه شيئا من الفخر: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يدخل الإسلام ومن لم يدخل الإسلام، فشمل عفوه المسلمون وغير المسلمون وغير المسلمين، فكان التسامح حتى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها سألهم وتوجه إليهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يشترط عليهم الدخول في الإسلام حتى يكون هناك التسامح أو يكون هناك العفو، وإنما عفا وتصافح وتسامح معهم، سواء منهم من دخل الإسلام أو من لم يدخل الإسلام. فكان هذا خطاباً واضحاً للأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أمة تستوعب الآخر، أنها أمة متسامحة، أنها أمة متعايشة، أنها أمة متوادة، أنها